شو كنت تحس أول يعني بطولة لك؟ أول بطولة لي من دخلت على البساط، قبل البساط حماس وما حماس ويا الشباب وكذا، بس أول ما حطيت رجلي على البساط رعب طبعاً. يعني أول مرة في حياتي ألعب بطولة فنون قتالية مارشالات، أول مرة، فكان رعب الوضع وخوف ومن هالكلام. بس دشيت سويت اللي علي، أوكي خسرت الحمد لله على كل حال، بس الحمد لله قلت لك إن من بعدها شديت حيلي وقوة القلب الحمد لله موجودة، ولا مرة خسرت من القتال. إنزين، ما بعد التمرينات وما بعد مشاركة أول بطولة راح خليفة إنه يعني بدأ في تدريبات تكثيفية. خبرنا عن أول بطولة حصلت فيها مركز. أول بطولة حصلت فيها مركز بعد البطولة اللي خسرت فيها على طول. كانت البطولة بعدها أظن بشهر أو شهرين. لعبت فيها، جبت المركز الأول، ومن وقتها أتذكر بعد البطولة هاي أول بطولة جبت فيها المركز الأول. البطولة الثانية كانت أصعب بطولة لعبتها في الإمارات ليومك هذا، مع أن عندي كذا ميدالية ذهبية، بس هالبطولة ثاني بطولة كانت أصعب بطولة بالنسبة لي. دخلت، كانت البطولة موجودة في أبوظبي، بطولة الاتحاد الإماراتي، يعني كل الإمارات كانوا موجودين في البطولة، كل الأندية، نعم كل الأندية، من الشارجة، من الفجيرة، من كلبة، كانوا من دبي ومن هالأماكن. طبعا من دشيت البساط لعبت أول مبارتين، كانت أموري طيبة فيها، أقدر أقول لك أني قدرت أفوز بسهولة الحمد لله. المباراة الثالثة واللي كانت النهائي بيني وبين اللاعب، والله راح علي اسمه، بس كان لاعب منتخب الإمارات بعد، وكان يلعب قبلي بثلاث سنين. نعم. أنا توني داش صار لي يمكن ثلاث أربع شهور، هو كان قبلي ما شاء الله عليه بثلاث سنين، والشباب صراحة خوفوني، قالوا لي إنه هو حشو بيفوز ومن الكلام وما أدري شو، بس في نفس الوقت كانوا يشجعوني، يعني نعم. الشباب اللي وياي في الفريق والكابتن ومن الكلام كانوا يشجعوني ويحمسوني إنه لا خريفة أنت تقدر، حتى لو هو قبلك من ثلاث سنين أنت ما شاء الله عليك تقدر. دخلت ولعبت، أقول لك يعني طولت المباراة شوطين كاملين، زين على آخر شيء، على آخر شيء كان بيثبتني، شلني وعقني، أقول لك يا شلني وعقني، كان بيثبتني مع حماس شباب يزاعقوا، تعرف أنت وقت البطولة حماس وشباب يزاعقوا، يلا خريفة قوم قوم. قدرت أقوم من التثبيت وما قدر يثبتني، من الشيت شليته وعقيته وثبته والحمد لله. بعد هذا الفوز شو حسيت أنك أنت يعني غلبت واحد صاحب خبرة؟ تعرف ليش ما أقدر أنسى البطولة؟ غير أنها كانت صعبة، بسبب البطولة أنا دخلت المنتخب، تدري بعد ما لعبت البطولة القوية أنا بعدها بفترة قصيرة جداً الحمد لله دخلت المنتخب، في ناس كانوا قبلي بوايد ما دخلوا، فعسبتش هالبطولة يعني أقدر أعتبرها إنها كانت إنجاز من إنجازات حياتي، كان شعور يعني ما ينوصف، كان شعور رهيب. لمع نجمك ووصلك للمنتخب والأضواء كلها عليك يا خليفة، ما بعد دخولك المنتخب وين رحت؟ استمريت ما رحت مكان، استمريت وأطمح للأعلى إن شاء الله. زين خليفة، خبرني عن البطولات اللي أنت دخلتها في المنتخب الوطني. دخلت بطولة العالم والحمد لله بفضل من الله، أنا أول مصارع إماراتي يشارك في بطولة العالم للمصارعة بالتحديد، وصح أني ما فزت في البطولة وما حققت مركز، بس الشيء أو أنك تشيل اسم أنك أنت أول لاعب إماراتي يشارك بطولة العالم، هذا روح إنجاز وفخر يعني. أكيد. الحمد لله شيء أعتز فيه إني شال اسمي وشال اسم أبوي وشال اسم يعني القبيلة ومثل دولة الإمارات، ومثل ما قلت لك هذا روح فخر إني شاركنا في البطولة، والإمارات وقتها كانت الدولة العربية الوحيدة اللي مشاركة في بطولة العالم، كانت في أوروبا في المجر. حسيت المسؤولية كبيرة عليك في هاي البطولة غالبا؟ الضغط النفسي كان ما ينوصف، الضغط النفسي حرفياً كان ما ينوصف، الأهل يتصلون علي وأنا هناك رودي مسافر، أنا كانت عندي سفرة، طلعت لي بطولة العالم هاي كنسلت السفرة، كنت إجازة وقتها كنسلت كل شيء عشان وركزت على البطولة، وايد وايد يعني شدينا حيلنا قبل البطولة، معسكرات والاتحاد طبعاً ما قصر ويانا، معسكرات برا على الفجيرة وفي الفجيرة، وكابتن توفيق ما قصر ويانا، وكابتن شعبان في التدريبات ومن هالكلام، وفروا لنا كل شيء نحتاجه، والحمد لله
انا كخليفه اشل هالاسم وراي ان اول لاعب يشارك بطوله العالم في الامارات ويمثل دولته، هالاسم يعني روحه فخر، فخر اعتز فيه الحمد لله واهلي يعتزون فيه.